اهلا وسهلا الغزالات ديالي، مرحبا بكم معايا مجددا في قناه بونيتوان. الفيديو ديال اليوم غيكون فيه حماس كبير وغادي يعجبكم بزاف من النوع اللي كتفضلوه كفيديوهات. وكيف كتشوفوا معايا غادي نجيو لهذا المحل الاكثر من رائع وغنديروا فيه واحد الجوله، غادي نشوفوا المنتوجات ديالو، داكشي اللي حب خاطركم وداكشي اللي كتمنوا انكم ديروه في الدار ديالكم. دونك كل ما كيتعلق بلي ميغوار لي لوز لي سسبونسيون لي طابل دابوان ولي لومبادير، المهم هادشي كله غادي نشوفوه بالتفاصيل. وفي نفس الوقت غادي نخلي لكم لاباج انستغرام ديال المغازا، اي حاجه عجبتكم في الفيديو غديروا ليها غير سكرين وغادي تصيفطوها ليهم في الانستغرام وتسولهم على لو بري ديالها الا ما كانش باين لكم مزيان في الفيديو. ومن طبيعه الحال اثمنه جد مناسبه غادي تعجبكم بزاف بارابور لا كاليتي ديال السلعه اللي كاينه. الو بلا ما نطول عليكم بزاف في الهضره غادي نخليكم دابا في لو تور ديال المحل، غتشوفوا كلشي بعيناتكم ونتلاقاو في اخر الفيديو. فرجه ممتعه.
رجعت لكم مرة أخرى في آخر الفيديو، كنتمنى إن شاء الله أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. هنا بغيت غير نوريكم المحل فين كاين بالضبط. كيف كتشوفوا السمية ديالو هي أوليوكس، وجاي بالضبط حدا كارفور ديال عبد المومن، حدا السواكيكي كذلك. هانتوما كيف كتشوفوا معايا هاد الشارع هذا اللي تيجي فيه التراموي من عند دياب والشارع ديال عبد المومن. دونك هنا فين تيكون تقاطع مع ما بين التراموي اللي كيكون جاي من ليسات او سيدي مومن والتراموي اللي تيكون غادي لدرب السلطان، هنا بالضبط فين كيتقاطع في هذا لو بوين. هذا المحل جاي باين بزاف، وغادي نخلي لكم كيف ما وعدتكم في الاول لاباج انستغرام ديالهم. دونك اي تساؤل او استشارات تقدروا تتصلوا بهم، هما راهم راهن الاشاره. دونك فوالا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا معايا بهذه الجوله. شكرا لكم للمتابعه والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.